بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة الكرام، يعني كل عام وأنتم بخير. فها نحن في بداية شهر الله المحرم، ولا ننسى أن نذكر بفضل هذه الأيام كما بين فضلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا فضل هذه الأيام المباركات وفضل الصيام فيها، فروى لنا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه الحديث في صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فلذلك يعني المسلم عليه أن يحرص على الصيام في هذا الشهر المبارك، وعلى فعل الخيرات كلها واجتناب المنكرات والمنهيات. فهو شهر من أشهر الله الحرم التي بين الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أهمية الالتزام فيها وعدم تعدي حدود الله سبحانه وتعالى فيها بوجه خاص. فقال الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالله سبحانه وتعالى نهى الناس عن ظلم الإنسان لنفسه في هذه الأيام، فضلا عن ظلمه لغيره، كما يعني يحدث في أن الناس لا يعني سبحان الله لا تراعي لهذه الأيام حرمة، لا تراعي لهذه الأيام يعني أن الله حرمها، ترى فيها سفك الدماء، ترى فيها السب، ترى فيها يعني كأن الناس يعني لا يقدر هذه الأيام قدرها. بل إن المشركين أنفسهم الذين كانوا لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى وكانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى كانوا يعظمون هذه الأيام، حتى أنهم كانوا لا يتعدون فيها على أحد. إذا كان أهل الشرك وأهل الكفر يعني يصنعون ذلك، فما بالنا بنا نحن معاشر المسلمين. فعلينا أن نراعي حرمة هذه الأشهر الحرم التي حرمها الله سبحانه وتعالى وبقيت حرمتها إلى يوم القيامة. فضل هذه الأيام كما بينا يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الصيام فيها أفضل الصيام بعد صيام رمضان. ثم يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر فضل هذه الأيام المباركات. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا فضل هذه الأيام فيما يرويه لنا سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي أيام العشر من شهر الله المحرم. كذلك يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن في هذه العشر من أوائل شهر الله المحرم فيها يوم يكفر ذنوب سنة كاملة، هو يوم عاشوراء. لا ننسى أن نذكر يعني بفضل هذا اليوم. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا فضل ذلك اليوم، بل حثنا على صيامه وصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وكذلك بين صلى الله عليه وسلم فضل ذلك اليوم فقال: فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر ذنوب السنة الماضية. ومن منا لا يريد أن يكفر الله له ذنوب عام كامل؟ فلذلك يحرص المسلم على صيام ذلك اليوم. كذلك من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني قال: لئن عشت إلى العام المقبل أصومن التاسع والعاشر. فهذا من هديه صلى الله عليه وسلم، فلذلك يحرص المسلم على صيام يوم التاسع من شهر الله المحرم والعاشر من شهر الله المحرم حتى يعني ينال المغفرة من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله لنا جميعا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يوفقنا لصيام يوم عاشوراء، وأن يهدينا إلى أرشد أمرنا. وصلي اللهم على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.